من جانبه أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أن هذا الاجتماع يأتي في وقت يحتاج فيه العالم للتكاتف والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة نظرا لما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات متصاعدة. يأتي هذا الاجتماع في وقت يحتاج فيه العالم إلى التكاتف والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة، ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بأن تضافر الجهود والتعاون والعمل الدولي المشترك هو السبيل الأفضل للارتقاء بدولنا، وتلبية لطموحات شعوبنا وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة كما يأتي في هذا الاجتماع في ظل ما تشهد المنطقة في الشرق الأوسط من توترات متصاعدة جدا نتيجة لاستمرار الحرب في قطاع غزة وما تسببه من أوضاع إنسانية صعبة لسكانه، الأمر الذي يزيد من الأهمية للعمل العربي والصيني المشترك.